بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الدولي والوطني باسم رئيس المنظمة العالمية المغربية لجمع شمل الصحراويين والتنمية، المكتب المسير والمكتب التنفيذي للمنظمة. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نباء وفاة الشاب الصحراوي التكني اليبقوتي المسمى قيد حياته إبراهيم ولد السالك ولد محمد البريك. وإن المنظمة بكافة فروعها داخل الوطن وخارجه تستنكر موت هذا الشاب تحت التعديل لكونه معارض لتوجهات انفصالية، وهذا نعتبره ظلما ومنافيا تماما لحقوق الإنسان. ومن هذا المنبر نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة فتح تحقيق شامل في هذه القضية، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية. ونحن كمنظمة عالمية وقبائل تكنا لن نسكت أبدا على ما وقع، ولن نسكت على قضية الأطفال الذين يتنقلون للدراسة من المخيمات إلى كوبا. ولا يخفى علينا أي صغيرة وكبيرة في هذه المنظمة إلا وأحصيناها وسجلنا نقط عليها. إن الإخوان في المخيمات يبعثون رسائل ويبعثون أولادنا إلى الدراسة في كوبا ويتلقون الدراسة لمدة طويلة جدا بما فيها 10 سنوات و15 سنة و20 سنة، لا رجوع إلى المخيمات إلا بعد خروج الدراسي، وهذا متنافيا تماما مع حقوق الإنسان ومع صلة الرحيم مع ذويهم وأهاليهم وأبائهم، وهذا ظلم ولن نسكت أبدا على هذه القضية. وكذلك الدولة الإسبانية الجمعيات الإسبانية التي تحتضن الانفصاليين في بلادها وتدافع عنهم، إننا نسجل هذه النقط وسندلو بها إن شاء الله في جميع المحافل الدولية. ونحن لن نسكت أبدا كمنظمة، سنتابع هذا الملف بالتحقيق وبالكتابات إلى جميع المجالات التي يعني هذا الأمر، وإلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات الأممية وإلى الأمين العام. ونحن هذا ظلم ونستنكره من هذه المنظمة، وأخوكم وإخوانكم في المنظمة معكم. يا قبائل تكنا، يا قبيلة يقوت، نحن معكم ولقد بلغنا هذا النبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتعازينا لكم جميعا إلى جميع أفراد الأسرة الضحية، والسلام عليكم ورحمة الله.